بهي المناسب بعايد كل رتبة بهالشهر الفضيل من رتبة مجند للقائد الأعلى الرئيس بشار الأسد. ولولا صمود هالجيش جيشنا جيش جبار. إذا بدي أعطي صورة واضحة إن الملائكة على هالأرض اللي بيشوف غير اللي بيسمع. أنا درست ضمن هالبلد من المرحلة الابتدائية للثانوية لدخول الجامعة. درست تمريض، معهد طبي قسم تمريض عام. بعد دراستي خدمة الجيش الإلزامي، بعدين وظفت مديرية الزراعة الشهادة الثانوية. حتى تاريخ اللي صار فيه الأزمة بسوريا، حتى أنا ضمن هالفترة كمان أنا دراستي كمان كبيرة. درست طبعا بشكل خاص كمبيوتر، صيانة وبرمجة. حتى اشتغلت بالمونتاج. طلبت على الاحتياط تاريخ 25/5/2013. بحكم اللي كنت مستلمه أنا ضمن الوظيفة، يعني بدي وقت تسليم أسرعت بأوراقي بشكل خاص. يعني طلبي على الاحتياط أنا مو أنا بالنسبة لإلي أنا بحكي كقناعة شخصية، يمكن أنا قلتها بالبداية، أنا ماني مرتزق بهالبلد، ماني جاي من بلد تاني، جاي عايش بهالبلد حتى أتهرب من إني أخدم هالأرض. والشعب الموجودين بهالأرض، يعني البيت الكبير سوريا مثل البيت اللي عايش فيه. أهل الموجودين هون نفس الأهل الموجودين بالقنيطرة، بدرعا، بحلا، بالقامشلي أو دير الزور. الأهل واحد، هيك تربينا. والشي صار عبلدنا لا ثورة حرية، ما فتنا كلمة ثورة هي مبعدة. إرهاب دولي لإسقاط سوريا بالكامل، مو لإركاعها، لإسقاطها بالكامل. والتحقت على الاحتياط ب4/6/2013 بعد ما انهيت كل أوراق ضمن مديرية الزراعة. التحقت على الفرقة 15 قوات خاصة بالسويدة. عملنا دورة تدريبية بالمعسكر، بعدين التحقنا على درعا. بدرعا كانت المهمة، طبعا نحن كنا مجموعة
قسمونا. أنا المجموعة اللي رحت فيها كان مؤلف من 4 أشخاص. مع مجموعات تانية هدول ما بعرفهم. والتحقنا بمعبر الجمرك القديم. أنا راح أقول لك صراحة، ضل الوعي أحيانا الاندفاع الشخصي بالبداية بيكون قوي، تحكمه العاطفة. وقت صرنا هناك يعني كطبيعة مهمة عسكرية أو كذا، إذا واحد ما عاش الواقع بتضل الشغلة حبر على ورق. مجرد ما أول لحظة أنه عرفنا المهمة تبعتنا أنه حماية معبر الجمرك القديم، لأن يعني كان المعبر مهمة المسلحين السيطرة عليه، لا يكون في معبر للإرهابيين من الأردن باتجاه درعا، من درعا باتجاه باتجاه الشام. يعني الهدف الرئيسي هو العاصمة. المهمة تبعتنا كانت هي حماية المعبر. المهمة عم احكي عن العمل تبعنا، انه العاطفي، عن بدي احكي الفصل بين العاطفي والعقل. أول لحظة وقت شفت الدم، يعني كان تقريبا وقت اللي تواجدنا بين هناك بالنقاط المتقدمة لحماية المعبر، يعني كان في شهيد استشهد وقت قالوا انه انقنص. يعني الفكرة هيدي كانت أصعب شيء. مجرد واحد ما شاف الدم صارت العاطفة خلص ماتت. يعني الواحد خلص بده يموت قلبه نهائيا. ما في يعني هنيك خلص بدك تثبت وجودك، بدك تثبت وجودك. والشي اللي شفناه ما منه منه يعني شي غريب عجيب. يعني كان نقطة الاشتباك أبعد مسافة وأقرب مسافة. طبعا أقرب مسافة كانت 10 أمتار تصل بيننا وبينه، أبعد مسافة لحدود 200 متر. الألفاظ اللي كانوا يحاكونا فيها شيء ما بيتقارب للعقل، ما بيتقارب للعقل ولا بأي شكل من الأشكال. يعني يقولوا بدن إسلام وما إسلام وبعرف شو وحرية، كل هالشي بأرض الواقع ما منه شيء، ما منه شيء. هدفهم تخريب هالبلد وبس. يعني هلا بالبداية يعني أنا بالنسبة لي أنا ما عشت هيك واقع. يعني أنا طول عمري يعني أنا ما عني كممرض، يعني كنت بالمشفى وخدمت بالمشفى يعني واشتغلنا بالدم، بس فرق كبير بين المشفى وبين الأرض. يعني نلاحظ نحن كنا المنطقة متحاصرة، مقل يعني التحرك كله مقنوص، ما في واحد يمشي. يعني الغلطة الأولى الأخيرة، غلط واحد غلطة خلص راح.
ولا لحظة صار في انه والله تراجع او كذا، هين ما في هالشي نهائيا. يعني كان ضباط وافراد وصف ضباط، التلاحم الموجود شخص واحد كأنه. يعني انا بدي احكي عن حالي، انا وقت اللي عرفوني ممرض ضمن الاشتباكات، انا في كتير من رفاقي يعني كل مثلا بالاشتباك او ضمن الهاي كانوا بعدوني، كانوا يرجعوني يقولوا لي ما توقف معنا، كمان الواحد يتصاوب انت بحاجتك، تصاوبت انت ما في ممرض غيرك، يعني نحن بحاجتك هون ضمن النقاط. يعني العزيمة كانت ما في تراجع. وأنا ما حكي لك عن الألفاظ اللي كانوا حكونا فيها، شيء ما بيتقارب للعقل. يعني كمان هي كان زيدوا للعسكري عزيمة السفوق. قال لك يعني إنه واحد جاي كأنه ما يحكيكي أنا بدي أخربه لبيته، واحد تعبان ببيته ويقول لك أنا جاي بدي أدمر لك بيتك. يعني هاي الفكرة ممكن وصلها. واشتباكات كان مغلق بشكل يومي، يعني إذا ما كان اشتباك قوي كان القنص مستمر. ب21/10/2013 صار هجوم على نقاط بعدي، صار الهجوم قوي. حكى معي قائد العمليات الموجودة هنا، قال لي في عسكري عم يتصاور تعصف. المسافة كانت تفصلني عنهم تقريبا بحدود 100 متر. رحت لعن النقطة المتواجدين فيها، طبعا شفته للعسكري، عملت له الإسعافات الأولية. ما انه كان الإصابة طلق ناري أو كذا، كان مثل حرق أو كذا هي. وهم بعد ما إسعفته بس صار الاشتباك قوي، صار يضربوا بالدبابة بالهاوي المدافع 23. تراجعت انا عن النقطة اللي كنت انا موجود فيها، طبعا بدي عملي بدي يكون ضمن النقطة الموجود فيها انا. وصلت عن النقطة بعد ما لبست الدرع بالغرفة كنت فيها، لبست الدرع والخوذة، ملت البارودي وبدي اطلع من الغرفة، بدي اطلع على الطابق الثاني لاخذ موقعي. انا ما اركض من الغرفة بالصالون، طلقة دوشكا جتني برقبتي. بلحظتها أنا صار معي شلل كامل، طبعا ما فقدت الوعي، ضليت صاحي، بس بلحظتها إيه شلل كامل. رفيقي قلت بعد ما يعني تقريبا إذا بدي أقول فقدت الوعي تقريبا بحدود 5 ثواني أو 6 ثواني مو أكثر. يعني لحظة توقع سقوطي على الأرض ورفيقي قلبني على ظهري، هاي لحظة أنا كنت
كنت فايق يعني وعي. قلت له لرفيقي فكل الدرع، فكل الدرع. طبعا انا ما بعرف وين اصابتي، اصابتي بالضبط انا ما بعرف. قلت له لرفيقي عيني وين الاصابه؟ قال لي الاصابه بظهرك. قال لي الاصابه بظهرك، انا وقعت العمود الفقري راح بالكامل، لان فقدت انا الحركه كلها، لا احساس ولا حركه نهائيا، يعني ما كان في شيء عم اقدر حركه الا راسي. حملوني رفاقي تقريبا 1 كيلومتر، ايه في 1 كيلومتر. تم اسعافي على مشفى يمكن اسمه دار الشفاء بدرعا. دخلت المشفى، في جرح كان بدقني انا ما حس، وصل دقني، في ممرضة قبت لي اياه، قلت لها انا بدي تعملوا لي تحويل على مشفى تشرين بالشام. قالت لي انت رايح رايح على مشفى تشرين. الممرضة صارت تبكي، سألت قلت لها ليش عم تبكي؟ قالت لي الله يشفيك. طبعا انا ما بعرف شو اصابتي ولا اي شيء، وانا كل فكري انا خايف من رفيقي انه الاصابه بظهري. انا من لحظه اصابتي صوبت 4:45 المساء، وقت اللي وصلت على الشام سالته للدكتور قلت له قديش الساعه؟ قال لي الساعه 6:30. قال لي الساعة 6:30، قال لي الطلقة لسه ما طالعة. فجأت واللي صار يحرك هون على كتفي، قلت له أنا الإصابة وين؟ قال لي الإصابة برقبتك. وقت أنا عرفت إنه الإصابة بالرقبة. قلت له الطلقة مو طالعة؟ قال لي لا. قال لي بدنا قال لي هي تحت الجلد. قال لي في داعي للتخدير؟ قلت له لا ما في داعي. قلت له شق الجلد وطلع. شق الجلد وطلع، انا كل فكري طلقت قناصه. فجأت والوقت طلعها كان طلقه دوشكا اسرائيليه الصنع. قضبوا لي الجرح، عملوا لي طبقي محوري. تاني يوم اجى عندي مشكور رئيس الشعب العصبي دكتور ناصر حداد. كل من حكاني اياه قال لي انت عمل جراحي ما لك حاجه، انت علاجك فيزيائي، معالج فيزيائي بالاضافه للادويه. بقيت بمشفى 601 من ايام، بعدين عملت طلب تحويل على مشفى زاهي ازرق هون باللاتقية. وقت وصلت وقت رجعنا من الشام بسيارة الاسعاف بالطريق عند جسر قرفيس، في قهوة وقفنا عندها. صاحب القهوة جاء سلم علي وسألني قال لي وين تصوبت؟ قلت له بدرعا. سألني عن شخص، وقت قال لي عنه انه استشهد انا تفاجأت صراحة، مع انه كانت معرفتي فيه ما بتتجاوز الشهرين، بس يمكن هذا الشخص تعلقي فيه يمكن تعلق الروح بالجسد.
لما قال لي انه استشهد انا ما كتير صدقت. لبعد ما وصلت على مشفى زاي ازرق حكوا معي رفاقي من درعا وسألتهم عن الشخص، خبروني انه استشهد. زعلت عليه كتير. ويمكن لهلا تذكروا بشغلات كتير. من ناحية درعا صحيح لي هلا سنة وسبع شهور متصاور، بس يمكن ولا يوم فارقتني هيك المنطقة ولا لحظة. أنا ابن هالبلد ماني مرتزق، حتى بيقولوا بالعالم كله أي شخص برات سوريا وما بينتمي لسوريا بيقول أنا عندي وطني. الوطن اللي بينتمي له هو سوريا. كيف أنا ابن سوريا؟ الوطن الموجود فيه أنا مثل الشهادة الوقت اللي بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهالوطن أنا فيه في قانون بيحكمه، في رموز لهالوطن تتمثل بالعلم، تتمثل بالقائد، تتمثل بالحكومة، تتمثل بالشعب. الشعب متعدد سواء المؤسسات الحكومية أو الجيش. أنا بالنسبة لي هدول الرموز ما بتفرق عن نطقي للشهادة. أنا مهمتي دافع عن هالرموز كلها، تمثل بالشعب، بالحكومة، بالقائد، بالعلم. أنا مهمتي إني دافع عنه. والله بفتخر بكل إنسان عسكري وسليم بهالوطن يا بنتي، بابني وكلياتن أولادي، كل جريح وكل شهيد وكل واحد عم بيدافع عن هالوطن ابني. ماني مميزة، هدول كلن أولادي. ساعات بشوف عسكري بالشارع وبشوفه هيك بينتر قلبي عليه، كانوا مثل ولد. وهدون نجوم السماء، والله ينصري وينصر قائد الجيش، وما بدي غير النصر لهالوطن. Thank you.